ريال اللي ما بغيتش من هذيك الدايره الخيانه تبني بالي عطيتيني 80000 ريال نقيدها عليك هكا قال لي لا تعطيني 80000 ريال نقلبها عليك ومنين ما تصدش عندي ولدي ما كاينش دابا نكرني قال لك هو اللي محسن هذه ولدي نعطى عليها رشوه اختارت ولادي وانا نعطى عليها سيدي رشوه انا ما عنديش ما عندي ما نعطي وبالتالي نكروني في دار ولادي خليها 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 ما بغيت دابا يولد قال لمرتي لا خرجتي من هنا طلق انت تشوفوا المستقبل ديالك احنا بكل صراحه الماضي غامض والحاضر غامض والمستقبل غامض يعني احنا اصبحنا يعني نشعر او الاحتقار بالبلد يعني هل نحن مواطنين ما هي المواصفات ديال المواطن داخل هذا المغرب واش المواطن اللي قضى 30 سنه في الصحراء يعني جميع الامهات اللي كاينين على مستوى الحي عاشوا ارامل كيف الغياب ديال الرجال ديالهم على مستوى 30 سنه او 40 سنه ثاني كل ما ديالهم تحت واحد القصديره او الشخوخ وفي الحوفه يعني واش هكا الدوله كتعامل مع المواطن اللي خدم البلاد ديالو في المقابل كان انتهازيين كيتسابقوا على الكراسي ويتسابقوا على يقربوا ولاداتهم والمآل ديال اللي هو كان كيدافع يعني بالروح ديالو بالجسد ديالو انه يعيش في القصديره ويعيش داخل الحفرة وما يلقاش حتى الاستجابه او الحوار ما كيلقاش من الطرف المسؤول نحن مغربيون نحن مواطنين المغاربه لسنا فاسيون ولا يعني فاسيون سكان فاس سكان فاس نحن نشعر بالتهميش وليس نحن نسكن قرب فاس رغم اننا في وسط فاس فاننا نسكن قرب فاس احنا احواج جغرافيا في وسط سامحنا اولا كنشكروا جريده فاس نيوز الالكترونيه على اهتمامها بهذا الملف ساكنه بهار الفراز وتنويرا للراي العام والشعب المغربي قاطبه كنسجلوا في هذه الاونه الحلقه الثانيه من عين على ظهر المعراز وكنستضيفوا في هذه الحلقة هذه السي بشير أحد القاطعيني ساكنة بحر البلاد هو الآن رئيس ولادي في نفس الحي كما نستضيف مجموعة ديال الشباب من الحي كذلك انطلاقا ابتداء من سنة 2002 بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين فعلا هذا المشروع ديال إعادة إسكان خاطئ دار المهرز الأصل فيه هو اتفاقية الإطار ديال 2002 اللي هو يا في المجمل ديالو كيهدف إلى إعادة إسكان يعني محاربة الدور السطحي القضاء على الحي القزيري من دار المهرز الأحياء اللي باب الغول من الدخول طريق مقدسة ودوار السيمي وإعادة إسكانهم المشروع في الاول كان جاء على طريق مسيخة ديال بناء عمارات هذاك العمارات فعلا الشطر الاول بدا في واحد العقار كان فارغ واحد المساحه ارضيه كان فارغه باب الغول كانوا الشقاق النهار اللي وجدوا تبانوا الشقاق ضيقين ونظرا سميتو لكثره افراد الاسره والتركيب ديال الاسر كان يعني مستحيل باش يسكنوا باش اللي مؤسف جدا هو كان الناس في بداية العمل في بداية البناء كانوا الناس كيزوروا الورش وكانوا كيتسائلوا على هذا على داك سميتو على داك الضيق على داك الشقق الغير ملائمة فكانوا كيقول حتى قالوا لهم ماك المقاول وداك الشيء كان خرم هذا الشيء راه ماشي ديالكم الناس نوعا ما اطمأنوا على ان قلال ولكن المفاجأة والأسف الشديد وانا من المدو جاو باش يرحلوا واحد الطائفة اللي الشطر الاول كان فيه شي ما اكثر من 600 شقة مع الاسف الشديد وقعت بحال المواجهة الناس رفضوا كان المرتبع الاخر عنده كان اللي عنده على الاقل ثلاثة ديال الاولاد والزوجة وهذا كان اللي مع والديه كاين عائلة مركبة اللي هي اولادهم مجوجين معاهم اذا كان ما يمكنش بتاتا باش يلتجئوا لذاك باش يكون لذاك الشقر ترحل لك الشطر الاول المسؤولين السلطه المحليه وداك اللجنه ديال التدبير ديال المشروع فكرت عاوتاني وانتقلوا الى ما سميتو بالتجزئه الناس كانوا كيطالبوا بالارض باش يمكن لهم يبنيو قبل هذا
قبل هذا بغيت نسول واحد السؤال، علاش انا بعد الصراحه كنت غايب في هذه الاحداث هذه، ولكن بلغاني ومن خلال الاعلام وهذا، علاش الناس رفضوا فاش جا انا ذاك وزير السكنه والتعمير الباب الغول باش يتشن داك الشقق وتبين كما جاء على جرائد وهذا انه تعرض للضرب من طرف الساكنه ديال هذا رافضه هذا المشروع الايجابي. هي العمليه بكل صراحه كان عدم اشراك المستفيدين من العمليه، لان الاتفاقيه ديال 2002 كتضم في العضويه ديال داك اللجنه ديال التدبير ديال المشروع، كتضم في كترأسها السيد الوالي اولا، ولكن في العضويه ديالها، وكما اشار السيد سميتو المفتش الجهوي ديال الاسكان مؤخرا في واحد الرساله وصلنا بها، على ان داك اللجنه ديال التدبير تضم في عضويتها المصالح الاداريه والمنتخبون والوداديات. تفاجئنا حنا نيت مشينا نستفسروا هذا الشيء، كنت راه السيوسي كنتي معايا، فاجئونا انا قلنا لكم هذا الشيء ما كاينش منه، ولا زلنا كنلحوا عليه. لو كان كانت هناك شراكه وكان تشاور ما كانتش المشاكل تمشي تعقد، كان المشاكل تمشي بسلاسه وبكل بساطه. المشكل اللي زاد عقده كذلك ومثال هو انه دابا ملي كنرجعوا لك اتفاقيه الاطار كنلقاو عدد المستفيد الاسر المستهدفه 2350 زائد 300 ديال الاسر اللي هما ما يسمى بالديور الجدد، هذاك عندهم اعاده العكاله. هذا الشيء كان طبقا لواحد الاحصاء معين اللي عندهم ربما في 98 ربما في احصاء. دابا في الارض على الواقع كنلقاو هذا العدد ما كاينش، راه مضاعف على الاقل يكون مضاعف. فالمشروع كمشروع ملي كان السكنه هذاك العقار اللي نازلت عليه مشكوره ذاك الوقت الوطنيه السكنه العسكريه بتعليمات الناس عن الجلاله، يعني كان ذاك التنازل رمزي بدرهم رمزي لا لشيء الا باش يستافدوا الساكنه باقل كلفه. تحول المشروع من عمارات الى قطع ارضيه، المسؤولين كيقولوا على ان باش يواجهوا ذاك العائله المركبه، يعني كيعطيو داك 200 متر لهذاك المستفيد، وكافيه 200 متر باش يبني جوج شقق ولا ثلاثه في حاله الا ما عندوش بلاد. المهم العائله المركبه غادي تستريح في هذاك ال 200 متر، وان كانت هي على طوابق. ولكن اللي وقع هو انه داك ملي كنشوفوا الدوله ضحات بهذاك ال 200 متر، لان سابقه في الحقيقه نقولوا واقعيين سابقه باش يعطيو 200 متر للمستفيد، اذا الدوله ضحات. المستفيد المستهدف داك الاسره المستهدفه ما استافدتش، علاش؟ لانه ما مكنهمش من الراس العقاري باش يمكن لهم يلتجئوا للقروض او الا بغاو يبيعوا او التمويل باش يبحثوا على التمويل، لان 99% ديال البيت لان في احسن الظروف داك المنعش العقاري كيقول لهم انا نبني لكم ولكن ندي النص، معناه كتلقى داك القطعه الارضيه فيها ثلاثة ديال الطوابق الأرضي وثلاثة ديال الطوابق في ما مجموعه ستة ديال الشقق، المقاول كيدي ثلاثة ديال الشقق ويدي الحوانت أو في أحسن الظروف كيدي جوج حوانت ويخلي لهم واحد. باختصار أن ذاك الأسر المركبة ما غتحلش المشكل ديالها واحد لكن من بعد ما توحدات السفينة حول مطلب واحد تبين بان عاوتاني كنتواجهوا بخطاب اخر اللي هو شكون نتوما، واخا كتخرج كيف ما لاحظتوا كيف ما تبعتوا معنا المسيرات الحاشده اللي كانت كتخرج. من اللي كيحيدوا لا توسمتوا بالبلاغ من شكون؟ من انت شكون تنسير؟ شكون تنسير؟ اذا باش نتحاوروا معنا شكون حنا باش نتحاوروا معنا؟ انت كتقول التنسيقيه، انا ما عرفتش شكون هذا التنسيقيه. لا لا يمكن تقول لي هذا التنسيقيه شكون هو التنسيقيه؟ لا اسمع شكون انت؟ وقع الضرب او الدس ديال 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 الناس، شكون كانت السلطه ما عندهاش نيه، او الجهات اللي معنيه ما عندهاش نيه ديال اننا نحلوا المشكل ديال الصفيح. علاش؟ لانه هما عارفين بان الاحصاء اللي داروا ماشي هو اللي كاين على ارض الواقع،
هما عارفين بان هما كيلعبوا على الناس اللي ما غير مستفيدين حقيقيين، اما اللي ما عندهمش النوامر اما او حديثي العهد او السماسره اللي كيجيو يشريو في هاد البلاد، كيمشيو هما اللي كيستافدوا وكيقول لك ها الناس بدات تنخرط في المشروع. فيما كنشوفوا ان الناس اللي بقات 20 عام 30 سنه 35 سنه هنا مازال متشبته بالبراكه ديالها وما قبلتش تمشي، لان ما كايناش استفاده كتضمن لهم الكرامه ديالهم وكتحفظ لهم. هذا معنا ايضا سي محمد الدردور اللي غادي يعطينا واحد تصور او لا واحد نبدا على التطورات الاخيره اللي لاحظها من بعد ما شفنا ان تاع المشروع هذا وخمد لواحد فتره معينه، لكن الان لاحظنا ان عاوتاني جاء اخبار من طرف السلطه عن طريق المقدم كيعلم الناس في منوع الدخول يعني بشي ويسنيو في إدارة عمران ويخلصوا لك سكينة. احنا متشبتين بقعة ديال 200 ديال المتر متشبتين بها باش لأنه أطلت علينا مجموعة ديال المنابر الإعلامية كتحاول ما أمكن أن ترسم واحد الصورة علينا على أننا حنايا ما عندناش إمكانات باش نبنيو، وصحيح ما عندناش إمكانات ولكن عندنا طرقنا الخاصة باش أننا نحلو المشكل. يأكدوا لنا على اننا حنا ما باغيينش 200 متر، لكن كنكتبوهم من هذا المربط الاعلامي على ان البقعه 200 متر هي راه مطلب ديال الساكنه، لانه هو المطلب اللي عليه اجماع من طرف الساكنه كامل والدوله حاليا، وكنأكدوا عليها داخل هذا المربط الاعلامي ديالكم على ان الساكنه مهدده حاليا في هذا المشروع ديال هذه 200 متر، والدليل على انها مهدده هو ان ما محددهاش البقعه اللي غيتم التجهيز ديالها مستقبلا. وبالتالي حنا كنطالبوا الدوله والجهات المسؤوله على هذا الملف على ان تحددنا الوعاء العقاري اللي غيتم فيه مثلا تجهيز ديال هذه البقعه. وكنزيد انا ناكد هو ان كنقولوا غادي تحل المشكل، غادي يحلوا المشكل. كالمثل المغربي هو معروف، قالوا فلان طاح، قالوا من هنا مشى عوج. حنا كنقولوا لهم راه من هنا ما غاديش يحلوا المشكل بهذه الرؤيه اللي جايبين، بهذا التصور اللي جايبين. واش انت كتجي عند ارامل كتقاضى 8000 ريال 10000 ريال 12000 ريال في الشهر وكتقول لها دوزي خلصي 3 مليون، منين غتجيب هذيك 3 مليون؟ والدليل على هذا هو الناس اللي مشاو للمشروع الاول وكيخلصوا دابا 14000 ريال في الشهر. كاينه ارمله الان انا عاينتها كتخلص 12000 ريال وخصها تزيد 100 درهم، منين غتجيبها؟ واش الساعه باش تجيب هذا؟ ناهيك انها خصها تاكل والماء والضو وهذا. انت ملي تجي تفرض على متقاعد يدير الكريدي او لا يمشي يخلص 3 مليون وهو كيشد 20000 ريال، هنا ما باغيش انت تحل المشكل. اذا غدا ولا بعد غدا غيستمر هادشي ويجيو يتعاقبوا علينا المجالس والسلطات وهذا ويقولوا السلطه اللي قبل دارت المشكل. علاش ما دابا نتعاونوا ونحطوا تصور واضح باش نحلوا المشكل، ماشي حتى غدا ولا بعد غدا نجيو نرجعوا لهذا هذا القرار الملكي اللي جا اللي كان هو الاساس باش لان المشروع كان مشروع وطني. فلهذا كنطالبوا التطبيق الحرفي ديال الاتفاقيه ديال الجوج لان كنعتبروه منصف للسكن. اخيرا انا كنقول تقوا الله في هاد الناس، هادو راه ماشي اي ناس، هادو راه الناس اللي حاربوا في الصحراء، هادو الناس اللي شربوا البول ديالهم من اجل يعني ضمان استقرار الوحده الترابيه للبلاد، واللي الان دابا كينعم في هاد البلاد بالراحه، وهذا راه هاد الناس اللي جابوها. ماشي حتى جيت لهذ اللحظه ونخزيوهم بهذا ونسجنوهم بهذ الدرار كهذي، وحتى الا جبنا لهم شي استفاده كنجيبوها بشي طريقه اخرى. المهم انا كنقول هاد الناس راه ما كيخشاو حتى شي حاجه، راه يقدروا في اي لحظه يحسوا بالمساس بالكرامه ديالهم، راه غيديروا اي حاجه. وداروا اللي داروا مازال غادي يديروا اكثر، وكاين التصعيد وكاين بزاف ديال الامور، لان ملي كيشوف الانسان الدار ديالو بالراكسه كتهدم بلا ضمانات بلا هذا ومازال غيخلص، راه كيشوف راه الضمان ديالو كيشوف ان راه يدير اللي ما يستاهلش. كلمه اخيره بسمحتي، بما ان كاين واحد المستجد حاليا بانهم كيدوروا على الاحياء وسيرتو الحي ديال ممنوع الدخول بانهم باش يرحلوه، الساكنه كتاكد على حاجه واحده على ان البقع اللي كاينه في باب الغول غير كافيه مثلا الايواء ديال الساكنه ديال ممنوع الدخول، والساكنه ديال ممنوع الدخول الطريق المقدسه كتاكد على الاستمرار ديالها من داخل الاحياء ديالها فين كانت.